أركان الحج أربعة. أركان الحج أربعة. أولا الإحرام. طيب ما هو الإحرام؟ أغلب الناس الآن إذا قلنا لفظة مفردة الإحرام ينقدح في أذهانهم ماذا؟ لباس الإحرام. وهذا غلط يا أخواني، هذا يسمى لباس الإحرام وليس هو الإحرام. طيب ما هو الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك أن هذه عمرة، أن تنوي بقلبك أن هذا حجا وهكذا. فانتبهوا لهذا يا إخوان. ولذلك الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هذا ركن، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. الركن الثالث طواف الإفاضة، يسمونه طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف النساء وطواف الصدر، له يعني يتفنن الفقهاء فيذكرون هذا لأسباب طبعا. هذا ركن الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا ركن الحج، وهذا ما يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. وسيأتي تفصيل يعني هل للضعفاء والعجزة أن يطوفوا قبل رمي جمرة العقبة في يوم العيد، سيأتي إن شاء الله. ورابعا السعي بين الصفا والمروة، وهذا يكون بعد طواف، بعد طواف الإفاضة. هذه إخواني وأخواتي هي أركان الحج، هي أركان الحج.